السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أحبابنا الكرام في حلقة جديدة من حلقات كوكب الطيور والحيوانات. معاكم أحمد رمضان، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم يا جماعة عن موضوع ناس كتير جدا طلبته مني، وهي دراسة جدوى لتربية طيور السمان. هل لو ربينا سمان في الوقت بتاعنا ده وبعد ارتفاع أسعار العلف، هل هنقدر نكسب من المشاريع اللي زي ديت ولا لأ؟ بصراحة أنا كنت متردد كتير إن أعمل دراسة جدوى لتربية السمان نتيجة للظروف اللي احنا فيها ونتيجة لارتفاع أسعار العلف، فكان من الصعب جدا إن الواحد يتكلم عن المكاسب أو يتكلم عن مكاسب نقدر نحققها من تربية السمان بسبب ارتفاع سعر التغذية. طبعا طائر السمان يعتبر هو أكتر طائر ممكن إن احنا نستفاد منه، لأن دورة التربية بتاعته بتكون بسيطة جدا وكمان مش مكلف بالنسبة للعلف، بيستهلك نسبة بسيطة برضه في العلف، عشان كده هو يعتبر أكتر طائر نقدر ان احنا لو حبينا ندور على مصادر تغذية رخيصة او ندور على مصادر لحوم رخيصة، فطائر السمان هو يعتبر اكتر طائر نقدر ان احنا نبدأ بيه اي مشروع. لكن برضو حاولت بصراحة، جبتها شمال ويمين، ان اقدر احقق مكاسب من طائر السمان حسب سعره حاليا في السوق. بصراحة كان الأمر صعب شوية، الناس بتبيع دلوقتي طيور السمان بعد عمر 30 يوم وعلى، وفي وقت الذبيح بتبيع جوز السمان ب 40 جنيه، وعلى الرغم من ارتفاع سعره وعلى الرغم من إن الجوز ب 40 جنيه، في بعض الناس بيفتكروه إنه غالي، لكن 40 جنيه دي يعتبر هي التكلفة الأساسية جوز السمان، ودي هحسبها معاكم بداية من بداية التربية لحد عمر الذبيح، وأعرفكم إن لو جوز السمان اتباع حسب سعر السوق اللي أنا شفته دلوقتي ب 40 جنيه، لو اتباع حي ب 40 جنيه هيخسر على المربي. طائر السمان حاليا أو الكتكوت بيتباع حاليا بالنسبة لتكلفة برضه الأمهات، لأن الأمهات دي بتاكل علف، وبما إن العلف رفع يبقى لازم الكتكوت أو البيضة تمنها هيرفع، البيضة تمنها رفع يبقى الكتكوت اللي هيطلع من بيضة برضه هيكون غالي. وده عشان يقدر برضه صاحب المعمل يقدر انه يعوض برضه المصاريف اللي بيصرفها عشان يطلع لك كتكوت السمان. كتكوت السمان دلوقتي بيتباع في السوق عمر يوم بالنسبة للكتاكيت اللي هي البيضة او الخليط. كتكوت السمان بيتباع دلوقتي عمر يوم ب 4 جنيه، 4 جنيه بياكل 500 جرام علف، 500 جرام علف بسعر السوق حاليا بيعمل حوالي 10 جنيه، لان كيلو العلف دلوقتي تخطى ال 20 جنيه، يبقى كتكوت السمان تمن 4 جنيه هياكل ب 10 جنيه طول الدورة اللي هي 500 جرام، يبقى كده كتكوت 14 جنيه، 14 جنيه لو حطينا عليها مصاريف التدفئة ومصاريف النشارة ومصاريف الأعشاب ومصاريف الأدوية، يبقى كل كتكوت ممكن يدخله في حوالي 4 جنيه مصاريف رعاية، 4 جنيه و14 يبقى كده كتكوت كلفنا 18 جنيه، ولسه ما حسبناش النافع. نسبة النافع في السمان أقل حاجة حوالي 5%، لو هنربي 500 كتكوت يبقى ال 500 كتكوت في نهاية الدورة ممكن يصفوا معانا على 400 كتكوت، لو نسبة النافع 5% قول 50 كتكوت يبقى هيتبقى معانا 450 سمانة، يبقى كده جوز السمان هيدرب معانا في نهاية الدورة وفي نهاية التربية من 38 ل 39 جنيه. يبقى حضرتك لو فكرت ان انت هتبيع ب 40 جنيه يبقى انت كده خسران بالنسبة لهامش الربح اللي هيطلع لك، واللي هيكون بسيط جدا. يبقى عشان نكسب من طيور السمان في الوقت بتاعنا يبقى لازم تبيع جوز السمان اقل سعر ليه في السوق حي، لازم تبيع الجوز ب 50 جنيه. وهل في زبون حاليا في السوق هيشتري جوز حي للسمان ب 50 جنيه؟ اظن ان الموضوع هيكون صعب شويه. كده يا جماعه انا حسبت لكم تربيه او تكلفه تربيه السمان في الفتره اللي احنا فيها، وعلى الرغم من ده كله برضه هيعتبر السمان احسن من الفراخ البيضه، احسن من الفراخ البيضه في القيمه الغذائيه، احسن من الفراخ البيضه في دوره التربيه وفي مصاريف العلف. واحد تاني هيقول لي طب انا برضو انا شغلتي هي تربية السمان وعايز اني احقق اي هامش ربح من تربية السمان، يبقى حضرتك عليك وعلى توفير في العلف، لازم تحاول بقدر الامكان انك توفر في العلف، وتحاول برضو ان انت تشوف زباين تقدر انها تشتري منك او توافق انها تشتري منك باسعار فوق ال 40 جنيه لسعر جوز السمان.
يعني تقدر ان انت بعد 20 يوم او بعد ما توصل في مرحلة التربية الـ15 ل 20 يوم حاول ان انت تضيف او تعمل اضافات للعلف، حاول ان انت تدخل الدشيش وتدخل الكسر بتاع العيش مع العلف بحيث ان انت توفر في المصاريف النهائية من فترة التربية. كده يا جماعة انا اتكلمت معاكم عن موضوع تربية السمان وعن مشاريع السمان لعام 2023، هل هي هتكون مجزية؟ هل هي هتكون مربحة ولا لا؟ وبتمنى للجميع دوام التوفيق، ويا ريت لا تنسونا من الاعجاب بالقناة وتفعيل الجرس. كان معكم احمد رمضان من قناة كوكب الطيور والحيوانات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. கும்மாட்டி